بتطوان دائما استقبل الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بعض أفراد أسرة المرحومة لبنى الفقيري المغربية ضحية التفجيرات التي استهدفت العاصمة البلجيكية بروكسل في مارس الماضية. وتؤكد هذه الالتفاتة التي تشكل تجسيدا للعناية التي يحيط بها الملك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التزامه القوي بمحاربة ظاهرة الإرهاب الآفة العابرة للحدود التي ليس لها دين ولا وطن. وقد أعرب بعض من أفراد أسرة الفقيدة عن شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس والعناية التي يوليها لهم في هذه الظروف الأليمة.